ومع نهاية عام 2020 ومن خلال الفقرة المخصصة للوقوف على حصاد العام الإخباري وللحديث عن الملف اليمني الذي شهد تطورات كبيرة خلال العام المنصرم، ينضم إلينا السيد صالح الجبري رئيس مركز يوني يمن عبر سكايب من إسطنبول. مرحبا بك معنا أستاذ صالح. أهلا وسهلا وكل عام وأنتم بخير. وأنتم بخير إن شاء الله. مياه كثيرة جرت في نهر الأزمة اليمنية خلال العام الماضي، خلينا نقول، لكن المعاناة الإنسانية هي الأبرز في ظل تفشي وباء كورونا ومجاعة أو شبه مجاعة وقضايا أخرى صحية وإنسانية كبيرة كانت خلال العام الماضي. من المسؤول أو ما الجهات المسؤولة عن معاناة الشعب اليمني الصامد على الرغم من كل السنوات التي مرت وكانت صعبة بطبيعة الحال؟ شكرا جزيلا لك وللجمهور الكريم، وكل عام والجميع بخير، ونسأل الله أن يكون عام 2021 عام رخاء واستقرار وأمان للشعب اليمني، وأن يعود اليمن يمنا سعيدا كما كان. مع الأسف الوضع الإنساني بسبب الحرب وصلت إلى أرقام مخيفة بحسب الأمم المتحدة، سنتحدث عنها لاحقا، لكن السبب وراء هذه البأسة الإنسانية التي سميت بأنها أروع وأصعب وأكثر مأساة إنسانية في العالم بتصنيف الأمم المتحدة، سببها ميليشيات الحوثي الإيرانية التي انقلبت يوم 21 سبتمبر 2014، أي قبل 6 سنوات من الآن، على الدولة وعلى شرعية الدولة الرسمية المعترف بها. ميليشيات تدعمها إيران، كان اليمن إلى حد ما في استقرار، صحيح أنه في عهد النظام السابق وصل اليمن إلى مراحل أسوأ، لكن بعد أن جاءت هذه الميليشيات أكلت الأخضر واليابس وأوصلت اليمن إلى المجاعة، وحرمت يعني أكثر من مليون موظف بدون رواتب لمدة 5 سنوات، زجت بالأطفال في جبهات القتال، أغلقت المدارس، تحولت المدارس إلى مدارس عسكرية، كانت سبباً في تدخل التحالف العربي الذي أيضاً دمر ما تبقى من يعني البنية التحتية بسبب وجود هذه الميليشيات التي تحصنت في المدارس والمستشفيات وأماكن حساسة. وضع إنساني فعلاً أنهك الشعب اليمني ودفع الشعب اليمني الثمن. الميليشيات الحوثي نهبت الضرائب والجمارك في المناطق التي تسيطر عليها، ويدفع الضحيه او الضحيه في هذا كله هو الشعب اليمني المسكين. لكن استاذ صالح، لم تكن هذه الاوضاع الانسانيه فقط هي يعني عامل الترهيب الوحيد او المشكله الوحيده، قذائف وصواريخ ميليشيا الحوثي لم تتوقف خلال العام الماضي، وكان هناك اصرار على استهداف المدنيين وغيرهم، وبالتالي أصبح الشعب اليمني هدفا مشروعا لهذه الميليشيات. من الطبيعي أن كما قلت أن الشعب اليمني يقاوم هذه الميليشيات. الميليشيات حولت المناطق التي تحت سيطرتها إلى سجن كبير. الحوثي يسيطر على ما نسبته 25% من مساحة اليمن، لكن الكثافة السكانية تعادل تقريبا 70% من سكان اليمن في هذه النسبه من المساحه، اللي 25% تقريبا، حولت هذه المنطقه الى سجن، وتستخدم الصواريخ البالستيه، تستخدم القذائف، دمرت تعز، يعني منعت المواطنين في تعز من الخروج حتى للحصول على المياه على ابسط الخدمات. يعني تحارب الناس في مدينه البيضاء، في مدينه مارب تحاصرها منذ أكثر من سنة، ارتكبت الجرائم في مدينة الحديدة، ما في مدينة دخلتها ميليشيات الحوثي إلا دمرت هذه المدن والبنية التحتية، أفقرت الناس الآن ما يقارب 3 مليون مهاجر يمني داخل اليمن، يعني انتقلوا من المدن إلى الأرياف بسبب يعني صواريخ وقذائف ميليشيات الحوثي في حق المواطنين. فأصبح المواطن الآن يعني للأسف الشديد لا خدمات موجودة كما وعدت ميليشيات الحوثي، وكانت يعني ترفع قبل أن تهجم على صنعاء شعارات الجرعة السعرية والفقر وما إلى ذلك، وأنهم سيحولون صنعاء وغيرها إلى جنة الله في الأرض، ولكن للأسف
وجد الشعب اليمني هم المجاعة، وجد الاعتقالات، وجد السجون، امتلأت السجون بكل من يخالف، لم يبقى في المناطق اللي تحت سيطرة ميليشيات الحوثي أي صوت يعني يرفض ميليشيات الحوثي، إما ساكت ومنتظر تدخل أو وصول الجيش الوطني، أو أنه يعني مؤيد من باب المجاملة والمهادنة حتى لا يناله من بطش وجبروت هذه الميليشيات. طب إن كانت ميليشيا الانفصالي بدأت باستهداف وحدة اليمن منذ سنوات، لكن مع الاتفاق الأخير المبرم في الرياض، هل ترى أن الحراك الجنوبي سيهدأ؟ وهل ترى أن الضامن يمكن أن يسيطر على حراكهم بعد تنازلات الحكومة الشرعية؟ الاتفاق الرياض كان واضح أنه مناصفة، وهي أيضا إحدى مخرجات الحوار الوطني التي أجمع عليها اليمنيون في مؤتمر حوار وطني بعد ثورة الشباب 2011، وأنه تقاسم السلطة بين شمال اليمن وجنوب اليمن، وهو ما تم. لكن للأسف اتفاق الرياض ظل أكثر من سنة وشهرين، حتى يعني سمعنا قبل يعني أسبوع تشكيل الحكومة الجديدة، ووصلت الحكومة الجديدة بالأمس إلى مدينة عدن، وتم استقبالها بالصواريخ والبوازيك، وعدن نعلم أنها بتحت يعني حماية المجلس أو ميليشيات المجلس الانتقالي، وهي ميليشيات خارجة عن إطار الدولة. اتفاق الرياض كان ينص صراحة بشق عسكري وشق يعني سياسي، تم تنفيذ الشق السياسي، تم تعيين محافظ لمدينة عدن، تم تعيين مدير شرطة، مدير أمن لمدينة عدن، ولم يستلم بسبب رفض المدير السابق المحسوب على المجلس الانتقالي. المجلس الانتقالي يحاول أن يسيطر على ما تبقى من المحافظة الجنوبية، مرة يقول يريد الانفصال، ومرة يقول يريد التحرير الجنوب، ومرة يقول يريد الجنوب العربي، وهو للأسف الشديد يتبع كفيله الإمارات أو نظام الإمارات. وبالتالي المجلس الانتقالي هو لا يمثل كل الجنوبية، هو يعني مكون جنوبي، وهناك مكونات أخرى شاركت أيضا في هذه الحكومة. العدل لم تلقى في عهد هذا المجلس الانتقالي إلا يعني انقطاع الكهرباء وانعدام الخدمات وانتشار القمامة في الشوارع. أستاذ صالح، ماذا عن الحوثي؟ كل يوم نسمع قتل هنا وقتل هنا بسبب الانفلات الأمني الذي يعني قام به أو تقوم به ميليشيات المجلس الانتقالي في جنوب اليمن. ماذا عن الحوثي؟ إلى أي مدى ترى أن التضييق والعقوبات التي مارستها الإدارة الأمريكية على إيران يمكن أن تلقي بظلالها على قدرات الجماعة؟ للأسف الشديد يعني أمريكا يعني تكيل بمكيالين، يعني هل الجرائم التي ارتكبتها ميليشيات الحوثي إلى الآن لا تثبت بأنها جماعة إرهابية؟ الإدارة الأمريكية هي تريد مقابل يعني إطلاق هذه التهمة، تريد تنازلات من قبل المملكة العربية السعودية، تريد يعني من السعودية يعني الموافقة على التطبيع مع إسرائيل مقابل اتهام ميليشيات الحوثي إرهابية. ميليشيات الحوثي هي مصنفة عند النظام المعترف به دوليا، النظام اليمني، هي مصنفة جماعة إرهابية في دول الخليج. جماعة الحوثي لم يعترف بها أحد، ما في دولة يعني تعترف بميليشيات الحوثي. الحكومة اليمنية والرئيس اليمني اتفقنا معه أو اختلفنا في إدارة البلاد، لكنه معترف به من قبل الشرعية الدولية. أما ميليشيات الحوثي فلم تعترف بها إلا إيران، وأرسلت لها سفيرا بالخفية يعني حتى وصل إلى صنعاء، وترسل لهم الخبراء، خبراء المتفجرات وخبراء الاغتيالات إلى عبر طائراتها بعد أن أسقطوا صنعاء، وكانت تذهب يعني في الأسبوع 14 رحلة طيران ذهابا وإيابا، وكلهم خبراء من حزب الله ومن إيران، وصلوا في هذه المرحلة إلى مدينة إلى 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 اليمن إلى صنعاء، وصعد يدربون ميليشيات الحوثي حتى ارتكبوا هذه الجرائم في حق الشعب اليمني. إيران أينما دخلت في أي بلد إلا مزقته، إلا جلبت له الويلات والدمار والهلاك يعني في الحرث والنسل والبشر. إيران أينما ذهبت ترتكب كل الجرائم والحماقات، وما ميليشيات الحوثي وما يحدث في لبنان من حزب الله، وما يحدث في سوريا من الجماعات التابعة لها، وما يحدث في العراق يعني من الميليشيات أكثر من 70 يعني طائفة أو جماعة تتبع يعني إيران، إلا دليل أن إيران كما قالت أنها أسقطت العاصمة الرابعة وهي تحصل بها صنعاء،
بعد بغداد ودمشق وبيروت. حتى أن يعني تلك الأطراف أصرت على أن ينتهي عام 2020 على نحو شبه مأساوي في الحقيقة وبشكل دموي كما جرى في مطار عدن يوم أمس. وهنا نطرح سؤال عن الذي يقف خلف استهداف المطار بهذه الطريقة، وما الرسالة التي أريدت من هذا الاستهداف؟ للأسف ما حدث بالأمس كان جريمة مروعة ويعني انفجار لم يحدث منذ أكثر من 3 سنوات مثل هذا الانفجار الضخم، أن تصل يعني حكومة مدنية. اتفقنا ما اختلفنا في تشكيلها أو في توقيتها، لكن هذه عادت إلى وطنها. يعني اليمنيون استبشروا خيرا، حتى سعر الصرف الريال أمام الدولار انخفض بشكل كبير، استبشر الناس وبالذات في مدينة عدن والمناطق المحررة. عادت ولكن استقبلت يعني الصواريخ والتفجيرات. هناك أصابع الاتهام يعني تشير كما صرحت الحكومة وكما يعني يقرأها أي محلل سياسي إلى ميليشيات الحوثي. ميليشيات الحوثي لا ترغب بأن تعود الحكومة وتتوحد الشرعية مع يعني مع مكون المجلس الانتقالي، لا تريد الحكومة أن تنجح حتى لا يقال بأنه اليمن أو المناطق المحررة شهدت استقرارا أكثر من المناطق التي ما زالت تحت سيطرة الحوثي. الحوثي عنده الصواريخ الباليستية، ورث من نظام علي عبد الله صالح الذي قتله قبل سنتين، ورث منه أسلحة دمار، يعني أسلحة خطيرة وصواريخ باليستية ويعني أسلحة متطورة كانت بيد الحرس الجمهوري والقوات الخاصة التابعة للرئيس السابق علي عبد الله صالح والنظام السابق. وبالتالي أصابع الاتهام كلها تشير إلى ميليشيات الحوثي الإيرانية، لأن مصلحتها ألا يعني ألا تستقر المحافظات المحررة، ألا تستقر الحكومة داخل مدينة عدن. ولكن أيضا هناك في خطأ موجود عند المجلس الانتقالي، أنه لم يسلم السلطة العسكرية والأمن في مدينة عدن للشرعية. كان الأصل أن يتم تنفيذ الشق العسكري، للأسف لم يتم تنفيذ الشق العسكري إلا عبر وسائل إعلام، صور تم التقاطها لوسائل إعلام بأنه تم تنفيذ الشق العسكري. لم تخرج الألوية التابعة للمجلس الانتقالي وهي ميليشيات ترعاها وتدعمها بالرواتب نظام محمد بن زايد نظام الإمارات، وهذه خطيرة جدا حذرنا منها. حتى مدير أمن مدينة عدن لم يسلم للمعين الجديد بقرار جمهوري من قبل الرئيس عبد الرب منصور هادي، لم يسلم، هو شلال شائع رفض تسليم إدارة الأمن. بالتالي أيضا المجلس الانتقالي المدعوم الإمارات يعني برضو تشيل لهم أصابع الاتهام. نعم. لأنهم طيب. للأسف الشديد 3 سنوات هم يحكمون مدينة عدن، لم تلقى عدن في عهدهم إلا انقطاع الكهرباء وانعدام الخدمات. نعم. وانفلات الأمني ونهب الأراضي، لأنها ميليشيات، وأي ميليشيات خارج. طيب أستاذ صالح، دعنا نتوقف عند سؤال مهم حول دور التحالف العربي في حماية الحكومة الشرعية لاستمرارها في عملها في عدن. ما الدور المتوقع مستقبلا للتحالف؟ والله نتمنى ونرجو من التحالف العربي وتحديدا المملكة العربية السعودية أن تكون جادة وصادقة مع الشعب اليمني، وأن تمسك بزمام الأمن في مدينة عدن. السعودية تسلمت الجانب الأمني من الإمارات بعد أن أعلنت الإمارات بأنها يعني خرجت من اليمن، ولكنها لم تخرج، يعني هي خرجت بجيشها لكنها لم تخرج لأنها يعني أسست لها كما قلنا الحزام الأمني والشبوة والأحزمة المختلفة ومعسكرات مختلفة تدعمهم برواتب خارج عن الدولة. خارج عن الدولة كان هدفهم هو منع الرئيس هادي من الوصول ومنع الحكومة من الوصول منذ أكثر من 3 سنوات. واختلفت مع الرئيس هادي الإمارة، اختلفت كثيرا وفرضت أسماء وكان يرفض الرئيس هادي. وبالتالي على المملكة العربية السعودية يعني مسؤولة التحالف في اليمن أن تبسط وتعين الشرعية والجيش اليمني وتدعم الجيش اليمني كي يحافظ على سيادة واستقلال البلاد. هذا إن كانوا جادين في دعم الشرعية في اليمن وفي الحفاظ على الحكومة اليمنية. يكفي حربا، يكفي قتالا في اليمن، يكفي مآسي. نعم. ومأساة إنسانية مروعة. ودعنا نكتفي معك بهذه الدعوة
سواء المحافظات الواقعة تحت احتلال ميليشيات الحوثي الإيرانية أو المحررة من قبل الميليشيات، ولكن أي ميليشيات ينبغي أن تدمج، وهو ما نص عليه اتفاق الرياض. نختم بهذا أستاذ صالح الجبري رئيس مركز يني يمن عبر سكايب من اسطنبول، نختم بهذا آملين أن يكون العام القادم إن شاء الله عام خير وسلامة لليمن واليمنيين.